خلينا نروح لنجم كبير طبعا، كابتن محمد يوسف، نجم من نجوم مصر والنادي الاهلي ومدير الفني الاسبق طبعا للنادي الاهلي. كابتن محمد، ازاي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن كريم، ازيك وازاي كل الفريق الاعداد اللي عندك؟ ومبسوط والله، والف مبروك طبعا على البرنامج الجديد بتاعك، ودايما متالق. الله يخليك كابتن يوسف، ودايما يعني بنعتز بحضرتك وبارائك، وسعيد ان حضرتك معانا على الهوا كمان. حبيبي والله كريم، انت جميل وشخصيه جميله، وانت ليك معزه خاصه عندي يعني. الله يخليك كابتن محمد. رايك ايه في الاهلي النهارده؟ يعني كان الناس زعلانه، الجماهير الاهلاويه زعلانين الفتره اللي فاتت بعد خساره السوبر، وكان في ضغوط واللعيبه مجهده وبدايه موسم. النهارده نادي الاهلي كان هو الافضل، وانا كنت لسه بعرض الملخص، لكن حضرتك تقول لي رايك كده في المباراه، ورايك في اداء لعيبه النادي الاهلي، ورايك في طريقه موسيماني واللعيبه الجديده اللي دخلها موسيماني النهارده على التشكيله، زي احمد عبد القادر وميكيسوني اللعيب الجديد. والله بص، طبعا مبروك للنادي الاهلي النهارده، مبروك لموسيماني الجهاز الفني بالكامل. مباراه قويه، ومباراه مع منافس قوي يعني، انبي من الفرق القويه، والكابتن حلمي طولان من المدربين المحترمين جدا، ومن المدربين اللي عندهم خبرات كبيره في الدوري المصري. النهارده الاهلي بصراحه لعب مباراه كويسه، يعني لعب مباراه انا بقول ان احسن كتير جدا من مباراه الجيش. عنده سرعات، عنده ريتم اسرع شويه من اللي كان حاصل في مباراه الجيش، لكن خلينا نعترف بحاجه ونكون منطقيين شويه في لما بنقيم فريق بحجم النادي الاهلي، فريق كبير وفريق عنده كثافه مباريات عاليه جدا. وانا مش هعمل يعني، ما بحبش اتكلم بشكل مش علمي يعني. أيوة. الفريق ده عنده سبعه او ما يقرب من خمس لست لعيبه دوليين. الفريق ده بقاله دلوقتي فوق ال 17 او من 16 17 شهر متواصل بدون راحات. يعني عايز اقول حتى الراحات اللي بتتاخد راحات قليله، يعني النهارده لما ادي راحه اسبوع او 10 ايام ما هياش دي مناسبه لفريق بقاله فتره طويله قوي شغال، معدي ال 13 ماتش ال 13 شهر ولا 14 شهر. ده ناتج عن، هتبص تلاقي فيه هبوط وصعود في المستوى، هتلاقي قفشه مش هو قفشه، محمد شريف مش هو محمد شريف، ودي عناصر مؤثره قوي في اداء وشكل النادي الاهلي. فالنهارده موسيماني عمل حاجه تحسب له، وحاجه جميله جدا، وكنت اتمنى يعملها في مباراه الجيش، وهي الدفع بعناصر لسه فريش، عناصر كانت اعاره ولسه راجعه زي عمار، زي احمد عبد القادر. العناصر دي كريم فؤاد برضو من العناصر كويسه جدا ومميزه جدا. باك ليفت امبي، العناصر دي هتبدأ حسام حسن برضو في الحته الهجوميه، مع العناصر اللي هي ما كانتش بتلعب بكثافه عاليه زي صلاح محسن مثلا السنه اللي فاتت. في برضو بعض اللعيبه ما كانتش بتاخد عدد دقائق كبير في الاشتراك. كل الحاجات دي هتعمل لك نوع، اولا هتريح اللعيبه اللي كانت واخده كثافه في الماتشات افريقيا، لعب اثنين افريقيا في 8 اشهر، ولعب كاس عالم انديه وسوبر يعني كان عندك كثافه ماتشات عاليه، بالاضافه كمان اللعيبه دي بتروح منتخب فبتلعب منتخب ايضا. تمام. ده دور موسيماني، دور فريق كبير، انت ماسك فريق عنده عناصر كبيره، يعني عنده عناصر بتلعب منتخب وبتلعب اهلي، وفي نفس الوقت عندك كثافه ماتشات عاليه، بتلعب افريقيا ودوري وكاس، وعندك تالت عالم يعني، ولعبت بطوله عالم وطالع سوبر افريقيا، عدد ماتشات كبيره، وشاملين الحاجات دي يا كريم كمان سفريات. أيوة. يعني ما بتلعبهاش كلها جوه مصر، انت بتلعب بتسافر بالظبط، تروح من هنا لهنا ومن هنا لهنا، كل دي حمل على اللعيبه ولود على اللعيبه. فالنهارده انا شايف الريتم احلى كتير من مباراه الجيش. اللي حط الريتم ده انا وجهه نظري انا كهربا واحمد عبد القادر. ايوه صح. اثنين عناصر، اولا احمد عبد القادر عنده سرعات كويسه جدا، الولد ده لما ياخد ثقه ويلعب باريحيه اكتر شويه هيديك نقله كويسه جدا في الحته الهجوميه، لعيب بيلعب على الجون بشكل كويس جدا، شو كلنا شفنا اهدافه اللي جابها مع سموحه الموسم اللي فات. وفي نفس الوقت كمان حتى النهارده الكره عجبتني قوي، الكره اللي كان حاططها له قفشه راح واخدها لجوه، دي كره لعيب كبير يعني، لعيب بقاله سنتين ثلاثه بيلعب في النادي الاهلي، مش لسه اول مباراه يلعبها مع النادي الاهلي. بالظبط. اعتقد ان هو قدامه مساحه كبيره جدا، وقدامه فرص كبيره جدا. النهارده انا مبسوط جدا
ان كشوفنا كهربا من بدايه المباراه. لازم موسيماني يعمل روتيشن، عشان انت معاك حوالي يعني 7-8 لعيبه ميتين من الاجهاد لا، وانت كمان انت كمان مجلس الاداره بصراحه موفر، بتتكلم في 23 لعيب تقدر سوبر تلعب بيهم كلهم يعني بالزبط. النهارده مثلا حمدي فتحي والسوليه وديانج، وممكن كمان اكرم توفيق يخش في حته الديفندر وينزل محمد هاني في الباك رايت، وممكن اكرم توفيق لعب النهارده باك رايت، فتدور زي ما شفنا ديانج. مش عارف، حاسس كده ان موسيماني يا كابتن يوسف قالب على محمد هاني شويه، مش عارف ليه. لا 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 لا، بص لما تمسك فريق كبير زي الاهلي او المدرب الذكي عموما ما ينفعش يقلب على لاعب. انت دي ادواتك، النهارده بتختار ده عشان ده اللي بيلعب، ده اللي حالته كويسه، ده الاجهز فنيا ونفسيا، اللعيب التاني ده بيبقى شويه لسه بعيد ممكن تقربه وهكذا. لكن مفيش لعيب بيبقى قالب على مفيش مدرب بيبقى قالب على لاعب، لان انت في النهايه دي ادواتك. هي دي اللي انت بتشتغل بيها. والنهارده وخلي بالك في التدريب في لعيب ممكن ما تبقاش محتاجه شهر شهرين، بس بعد كده تيجي تحتاجه. طيب والعكس كذلك. كابتن يوسف، عايز اسالك سؤالين وحضرتك تقول لي اجابات سريعه كده. اليومين اللي فاتوا كان في هوجه شويه على موسيماني ان هو يمشي، وخسر مع الاهلي الدوري وخسر السوبر. رايك ايه في الكلام ده مع بقاء موسيماني ولا رحيله، او الكلام اللي كان بيتقال؟ ورايك في ميكيسوني برضو، راي سريع كده، احنا لسه برضو في اول ماتشين، لو حضرتك اديتنا فيه يعني رايك السريع كده. بص يا كريم، اللي اتربى في النادي الاهلي واللي عاش في النادي الاهلي، انا اشتغلت في النادي الاهلي فترات كبيره جدا، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب مش ممكن يفكر بالشكل ده. الراجل ده راجل جالك اتعاقدت معاه وخد معاك افريقيا وخد معاك سوبر وخد معاك ثالث عالم وخد افريقيا تاني. وارد جدا، خلي بالك كابتن محمود الخطيب ده كان لعيب كوره، مش يعني فاهم قصدي؟ فاحنا بنتكلم على اداره بتاخد قراراتها بشكل علمي، تاخد قراراتها بشكل مدروس، بتدرس النقاط اللي موجوده وفي معايير للاختيار، ومعايير ايضا لما بيجي يعمل بريك او بيوقف العقد او بيحاول ان هو يستغنى عن خدمات المدرب. فانا شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي ما بيقدرش الموضوع بالشكل ده. وارد جدا ان انت تخسر دوري، تخسر سوبر مصري، لكن خدت قدامه 2 افريقيا وخدت بطوله سوبر افريقيا وتالت عالم. يعني مش هتكسب، لو كسبت طبعا النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات وعايز يكسب كل البطولات. لكن وارد ان انت يحصل لك دروب في بطوله او بطولتين في الموسم، لكن بتقدر تعوض وتجيب بطولات ثانيه. فمجلس اداره النادي الاهلي انا ما كانش عندي اي شك خالص ان هم يستغنوا عن الراجل، بالعكس مفترض، واللي انا عارفه واللي انا متاكد منه ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل ولجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا بيشتغلوا بشكل في هدوء وفي دراسه للمعطيات اللي عندهم. لان انت بتتكلم على فريق كبير بحجم النادي الاهلي. طيب ميكيسوني سريعا كده، يعني من اول ماتشين تقدر تقول انا يعني فيها حاجه برضو هي حاجه ما بحبش اتسرع في الحكم على اللعيب. تمام. يعني على الاقل يلعب 4-5 ماتشات، ولازم اشوفه من الاول اخباره ايه من الاول لما بياخد الماتشات من الاول. انت المفروض جايب لعيب محترف بيحدث معاك الفارق. بالظبط. النهارده لما شفنا احمد عبد القادر اللي هو الولد الصغير اللي طالع اعاره ورجع، انا شايفه من اول مباراه لا فارق، عامل شغل. ميكيسوني لعيب كويس جدا، عنده لمسه حلوه جدا، عنده اداء ريتم سريع في الاداء، وعينه والفيجن بتاعه حلو. يعني الكرة اللي عملها القفشه، الجون اللي راح ممررها القفشه اللي حطها بوش رجله الخارجي، لا يعني فيها سنه، والقفشه راح عاملها على طول وان تاتش لصلاح محسن. ايوه عنده رؤيه كويسه. بس طبعا انا بقول انه لازم نصبر عليه، بلاش نحكم عليه بالظبط حكم متسرع. يعني انا برضو ما بعرفش احكم زي الجمهور شويه، رغم ان انا لما ببقى قاعد اتفرج انا ببقى من جمهور النادي الاهلي، بس بتفرج بخلفيه مدير فني. ايوه. فما ينفعش اتسرع في الحكم على الولد ان انا اقول ده جامد لعيب جامد، وبعدين ابص بعد ما يشتغل بقى ماتشين 3-5-6 وابص الاقيه بيبدا مباريات من الاول. لان المفروض انت اللعيب المحترف ده انا اعامله معامله مختلفه شويه عن مثلا واحد زي مثلا نقول عمار. ايوه. عمار لسه راجع ولعيب هيحط رجله في النادي الاهلي، فلازم اصبر عليه واديله فرصته. بالزبط. واحد زي احمد عبد القادر، واحد زي مثلا كريم فؤاد، العناصر اللي هي صغيره في السن وجايه تخش جوه النادي الاهلي او جايه تخش جوه فرقه النادي الاهلي، دي عناصر
لابد ان يتم الدفع بيها ويتحط لها الثقه وتصبر عليها. لكن ميكوسوني راجل لعيب انا جايبه محترف من جنوب افريقيا، المفروض يحدث لي الفارق بشكل يعني. لا هو ميكوسوني من زيمبابوي وكان بيلعب في سيمبا التنزاني. سوري بيرسي تاو اللي هو بتاع جنوب افريقيا. اه بالظبط. انا قصدي العنصريه. تمام. يعني تمام. لعيبه كويسه تحدث الفارق. بيرسي تاو طبعا مصاب لكن ميكوسوني شغال، فانا مش عايز اتسرع فيه، لكن مبدئيا عنده لمسه كورته حلوه. بالظبط. عنده لمسه حلوه، عنده دريبل كويس، عنده رؤيه كويسه، بيعرف انت يسرع الريتم، انت يهدي الريتم، ودي حاجه مهمه جدا في فرقه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيلعب بيرفع ويهدي، او يرفع ويعني بيحاول يسرع الريتم ويهدي الريتم اثناء المباراه، فدي حاجه برده من اللعيبه اللي انا حسيت ان هو عنده الحته دي يعني. تمام. بشكرك كابتن محمد يوسف طبعا، ونتمنى لك التوفيق دايما. شكرا كابتن كريم. الله يخليك. الله يخليك كابتن يوسف. حبيبي كابتن يوسف بنشكرك شكرا جزيلا طبعا، من المدربين الكبار والمميزين جدا طبعا في الدوري المصري.